السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. اليوم البنات فيديو مختلف، اليوم غادي يكون فلوغ، درت لكم واحد الفيديو هنا في المدينه، في مدينه وجده. نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم. في الوقت غادي تشوفوا مدينه وجده، عاد ما درت لكمش بزاف لي ديطاي لان ما لقيتش حتى لداخل في المدينه، ما قدرتش ندير لكم بزاف لان الاكتظاظ بزاف بزاف تاع الناس. ونشارك معكم ثاني المشتريات ان شاء الله. البنات هاني جيت، ما يمكنش نجي ندخل للمدينه وما ناكلش كران. المهم ما صورت لكمش المحل على برا لحقاش ما نقدش، كاين الناس بزاف. المهم جاي الثاني في الساحه نتاع سيدي عبد الوهاب الاول، لا الثاني عنده كران خطير. هذا الدوزيام على داك مول كران اللي مشهور عندنا في لازاري، فخديت كران انا والدراري. زوج ديالي ما كلاش كران، كلينا حلايا وكي جاتكم الجوله. المهم جوله خفيفه. المهم البنات نقول لكم صباح الخير، لان البارح ما قديتش نجي نصور، الدراري ما خلاونيش نصور وديجا جينا روطار، يعني غير درت العشاء نعسنا، يعني ما قديتش نصور لكم. المهم البنات غادي نشارك معكم شنو خديت من المدينه ان شاء الله. قولوا لي بعدا كي جاتكم الجوله خفيفه ظريفه. حاولت نصور لكم، ما خديتش نصور لكم داخل في المدينه لان اكتظاظ البنات بزاف 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 ما تقديش. المهم باش غادي نبدا لكم، غادي نبدا لكم البنات. هادو البنات، هادو هما الهميزات، ما نعاود لكمش، هادو هما الهميزات. نتوما راكم عارفين الثمن شحال كيديروا. هادو كاينين ربعه نتاع البواطات بحال هادو، كاينه الصغيره والمتوسطة واللي فوقها وحدة أخرى. المهم أنا لقيت هادو البنات، ماشي باكي بالقابسة، هادو لقيتهم البنات بالحبة، ولكن هميزة. المهم نقولكم الثمن تاع هادو. المهم هاد الصغار 13 درهم هاد الصغار، وهادي اللي فوق منها 15 درهم. شوف تبارك الله كبيرة، اللي كبر منها واللي كبر والكبيرة كاع ما لقيتهمش، لقيتهم تقادة ولقاش هميزة. لقيت ما شاء الله حتى لهنا نتاع الناس، يعني دايرين واحد، جايبين واحد السلعة زوينة. نتوما عارفين هادو شحال كيديرو، ربعة نتاع الباك، ربعة نتاع البواطات كيديرو 150 درهم.
المهم خديت هادو، خديت البنات هادي حمقاتلي هادي منظمة، هاد المنظمة يعني ديري فيها شامبان في الدوش، ولا ديريها فيها حوايج تنظيف، ولا هكا ديرها في بلاكار هك من هنايا، وديري فيها اي حاجه هنايا، هادوك سبرات وكلشي نتاع الكوزينه وكلشي. المهم انايا هادي ما بغاتش في بلاكار. المهم البنات نكمل عليكم، راه جفتها ليا الشرجم كيما قلت لكم، يعني ديري فيها اي حاجه. المهم غادي نلقى لها هادي عاده تدواها، فين غادي نديرها. خديت هاد المنظمات ثاني نتاع الثلاجه، ايه ما قلتلكمش الثمن ديال هادي، هادي تا هي 13 درهم، هادي تا هي 13 درهم. وخديت هادو، هادو منظمات مازال ما غسلتوش، هادو منظمات هما نتاع الثلاجه اللي ديري فيهم الخضار وكلشي، شفتو خديتهم تا هادو 13 درهم. خديت في الابيض وفي الغوز بيبي، شفتو الغوز بيبي، غادي عادة نجيب ثلاثة اخرين، يعني جوج غوز بيبي وحدة او وحدة بيضاء، يعني ناوية ان شاء الله ندير لهم بحال هكا في الثلاجة، يعني تجي وحدة تحت وحدة. هادو هما البنات 13 درهم، وها هما السبيرات اللي قلت لكم للدجاج، شفتوهم لي كوجوم ست في الدجاج بيهم، شفتوهم كيفاش دايرين هاك، رائعين البنات وصحاح صحاح، وفي نفس الوقت رطبين، هما صحاح ورطبين، لان شي ديك الماركه اللي كتجي قاصحه كترطق دغيا. نجيب ثلاثه نتاع البواطات دابا نزيد ان شاء الله بيهم اللي نحتاجهم. هادو البنات 5 دراهم الوحده، جبت ثلاثه. المفاجاه هي اللي غادي نوريكم ماشي دابا، في الاخير. مهم وخديت هاد الكيسان، هادو البنات علاش خديت هاد الكيسان، هذا استعمال يومي، يعني ما نعاودكمش انايا، انا والكيسان انا والزاج ماشي صحاب بزاف. كيشوفني مسكين وكيبقى يتهرس غير بوحده، اي بوحده اي بوحده كيبقى يتهرس اي بوحده. فديتهم هادو على الاستعمال اليومي. المهم خديت البنات هادو، هادو جو للديسير، انا خديت هادو نيتي للديسير من عند الحاله وكلشي. هادو خديتهم البنات اعتقد 20 درهم، اه 20 درهم هادو. وهادو البنات خديتهم على حساب القهوه، على حساب الحليب، على حساب كاكاو الدراري، لانهم كيعرفوش يشدو دوك الكيسه اللي ما فيهمش اليدين، فكيجيهم هادو اسهل. خديت من هادو جوج قرصات، هادو البنات هما 13 درهم، جوج نتاع القرصات. المهم خصكم عاد تجهز المنزل، راني عاد تزوجت انا. المهم خديت جوج كيما قلتلكم 13 درهم، هادو 15 درهم، هادو خديت هما جوج منعطال فيهم الاحمر، فيهم الاحمر والكحل، وفيهم هذا. انا خديت هذا اللي جاي بحال الازرق، زرق ازرق، خديت جوج من هادو جوج، خديت من هادو ديال الديسير جوج، وندمت قلت كوني جبت جوج حتى هذاك منه وما كتبتش مره اخرى. خديت البنات هاد القرعه، ايوا قلت لكم انا ما عنديش مع الزاج، راه كيخاف مني والله يكتب علينا مكاتب الخرصه. المهم خديت هادي 13 درهم، 13 درهم. دابا غادي ندوزو للمفاجاه اللي قلت لكم عليها البنات، الميزه هي هادي، ما عرفتش واش تكونوا شفتوها، هادي شفتوها البنات، هادي هادي البنات، ناوي ان شاء الله نديرها منظمه. شفتو بالجراير كاين الابيض وكاين الكري، انا جبتها في الكري، هذه ان شاء الله ناويه لها واحد السوبيرات كيتطفوا البيض نجيبهم، كدير فيهم بحال نقولوا الفول، العدس، السميد، اي حاجه في الابيض. المهم حقهم في عقلي ملي شريتهم غنوريهم لك، واش هي ما لقيتهمش في المدينه، واحد الصديقه ديالي قالت لها تلقاهم في ايكيا،
المهم الا داتنا القدره شي نهار اللي جيت ايكيا غادي نشوفهم. شوفوا البنات فيها الجرايد تحطيها في الماء بغيتي وتجبديها وما كتشدش المكان. شفتوا البنات هميزه البنات خديت هذه 60 درهم خديتها 60 درهم انا شفتو في الانستغرام 80 درهم انا هادو المهم انا خديتها 60 درهم انا غير شفتها حواليت عليها قلت ضروري خصني نديها. المهم غادي من بعد مع المده غادي تعرفوا هذه بالضبط بلاصتها باينه ولكن غير هذاك اللي قلت لك هم ما عرفتش واش غنديرها في حاجه اخرى. المهم الا كتب ناخذ وحده اخرى الابيض في الابيض الا كتب ان شاء الله ناخذ وحده في الابيض. المهم هادو هما الحوايج اللي خديت اظن كما قلت لكم هادو غادي نشوف لهم بلاصتهم فوق الفران تاع الضو انسب مكان هو الفران تاع الضو شيء ما لقيت لهم ما لقيتش الفران تاع الضو واحد نقول واحد تويبات زوين بحال هكا شي لون ولا باش نقد نحطه فوقهم نحط فوقهم هذا المهم غادي نلقاهم بلاصتهم. ونتمنى البنات الفيديو نتاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم بزاف بزاف ودعموني باشتراك ولايك وشكرا لكم بزاف احباباتي ونقول لكم مع السلامه ان شاء الله وانتظروني في فيديو جديد مع السلامه كبيدات ديالي.